عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع وزير العدل المستشار عمر مروان، موجها بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وقيام وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالبيانات الدقيقة لدعمها في أداء مهامها. كما وجه الرئيس السيسي بمنح وسام يخصص للسادة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لاسم من توفي منهم تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى وسام القضاء المصري، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئات القضائية المتميزين. اتخذت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراءات استباقية ناجحة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تخطت 100 يوم وتسببت في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وتعطل إمداد الحبوب وخسارة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ نحو 12.5 تريليون دولار حتى 2024، وذلك بعد أن تعرضت 121 دولة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض في التجارة العالمية بنحو 285 مليار دولار. فعلى هامش حفل إفطار الأسرة المصرية الذي تم تنظيمه في شهر رمضان الماضي، اتخذ الرئيس السيسي عدة قرارات مهمة تمثلت في تكليف الحكومة بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارع القمح في مصر، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى استمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في كافة المحافظات. قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية تكللت بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، هذا بالإضافة إلى حوالي 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء الأخرى. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط رئيسة منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا بمؤسسة بيل وميليندا غيتس، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة أهمية دور المؤسسات وغيرها من الأذرع التنموية التابعة للقطاع الخاص في دعم جهود التنمية، لا سيما تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. وأشارت الوزيرة إلى أن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأطراف ذات الصلة كافة في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بهدف دعم الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز التمويلات المبتكرة بما يحفز القطاع الخاص على المساهمة في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. أعلنت وزارة الصحة نجاح حملة طرق الأبواب في تطعيم 2,044,000 مواطن ضد فيروس كورونا خلال 14 يوماً من انطلاق المرحلة الثانية للحملة في محافظات الإسكندرية والجيزة والقليوبية وبني سويف وأسيوط. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضي بالطرح الثامن بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، موضحاً أن الطرح يشتمل على 57 فيلا و2049 وحدة سكنية فاخرة و460 وحدة سكنية إسكان متوسط وفوق المتوسط و95 وحدة تجارية وإدارية و3102 قطعة أرض سكنية و143 قطعة أرض بنشاط مختلط.
قال وزير التموين علي المصلحي أن إجراءات الصرف الجديدة التي تم اتخاذها لضبط صرف الخبز المدعم تأتي في صالح المواطن ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع التلاعب في الدعم المقدم للمواطن على رغيف الخبز، مشيرا إلى أن الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 مليار جنيه سنويا بواقع يصل إلى 5.5 مليار جنيه شهرياً.